وسط أجواء روحانية وإيمانية رفعت خلالها الأيادي للسماء، احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بقداس أحد الشعنين إذانا ببدء أسبوع الآلام. رسالتنا هي رسالة العدل اللي ننتظره من السنوات، أنه يحل على أرضنا وزوال الاحتلال. بكل المسيحيين افرحوا، لأنه ما في احتلال في العالم إلا راح يزيح. يسوع المسيح القائم من بين الأموات سيقيمنا معه في يوم من الأيام. وفي الوقت الذي يعتبر فيه أحد الشعنين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح المجيد أو القيامة، يصر مسيحيو فلسطين وكإخوانهم المسلمين الاحتفال بالأعياد في كل عام رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، أملين أن تحمل الأعياد القادمة الأمن والسلام للشعب الفلسطيني أينما تواجد. إن شاء الله بالعيد هذا بكل الأعياد تحل السلام في بلادنا ونعيش مبسوطين كإيد واحدة، شعب واحد، بعيد عن المشاكل وبعيد عن الحروب. أهم إشي نكون يد واحدة، يد العون، نكون أحبة متعاونين. وبحب أوجه كمان لأبنائنا وأخوتنا المسلمين إنه إحنا مهما كان الأعياد وهيك إحنا يد واحدة ومش راح ندخل عن بعض. كل سنة وفلسطين بألف خير بجميع طوائفها المسيحية والإسلامية. هذا عيد قومي مش عيد بس مسيحي، وبحب أحكي إن شاء الله كل سنة وإحنا إيد واحدة ومحبة بيننا وسلام بجمعنا، وكل سنة وتسلمين جميعا. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن عدد المسيحيين في فلسطين في انخفاض مستمر. 1% هو مجمل ما وصل إليه تمثيل المسيحيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة مع نهاية عام 2015، بعد أن تجاوز تعدادهم 10% في أربعينيات القرن الماضي. احتفال الطوائف المسيحية بأحد الشعنين واقتراب أعياد الفصح المجيد يؤكد بأن الفلسطينيين يصرون على الحياة رغم الألم والجراح. لتلفزيون وطن، فارس الملكي.